بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده إن شاء الله عايز أحط رجليك كده على الطريق وأعرفك إحنا ماشيين إزاي وبنشتغل إزاي. إحنا بفضل رب العالمين خلصنا الـ 12 وحدة من كتاب المعاصر اللي هو كتاب الشرح. طبعا ده على مدار السنة خلصناه. الكتاب ده اللي هو شكله إيه؟ اللي هو الكتاب ده، كتاب المعاصر اللي هو الكتاب الصغير ده اللي هو فيه 6 وحدة، 12 وحدة اللي هو 6 و6. والكتاب ده احنا خلصناه موجود يعني متحلل ومتفصص كلمه كلمه، وده موجود حاليا فيديوهات، كل الفيديوهات مرفوعه على اليوتيوب. هو انا ليه بشتغل على اليوتيوب؟ ليه ما بشتغلش على المنصه برغم ان في منصات كتير ممكن اشتغل عليها؟ اليوتيوب بيديك امكانيه انك انت تحمل الفيديو على تليفونك، تسمع الفيديو من اكتر من حاجه، على التابلت، على اللابتوب. الفيديو ده بيكون خاص بيك، ملكك، بتسمعه زي ما انت شايف. بالاضافه انك انت الفيديو مفتوح معاك على طول 24/7، يعني معاك الفيديو شغال 24 ساعه طول الاسبوع، على عكس المنصه. طبعا زي ما انت فاهم، المنصه بيكون الفيديو مفتوح لك في ايام معينه واوقات معينه، ولو عدى عليك الفيديو انسى يا برنس. اليوتيوب ما يعني في الميزه دي انك تسمع الفيديو زي ما انت عايز. فالكتاب ده موجود حاليا اللي هو كتاب المعاصر، كتاب الشرح 12 وحده. وانا انصحك انك انت حتى لو حليته مع المستر بتاعك، انصحك تشترك في المحتوى ده او تاخد المحتوى ده، لانك انت هتسمع كلام جديد اكيد، يعني ان شاء الله. لان زي ما انت عارف احنا ما بنحلش حل تقليدي، احنا بنتعامل مع الانجليزي ده على انه اللغه الانجليزيه، مش كتاب الانجليزي اللي احنا مطالبين نخلصه بقى ونفرمه ونجري في الدنيا زي المجانين. لا، احنا بنحلل تحليل محترم. فده اول حاجه كده، اول بند عايز اقول لك عليه، ان كتاب المعاصر كتاب الشرح موجود ل 12 وحده واشتراكهم زهيد. وانا يعني ما اقول، يعني اشتراك الكتاب ل 12 وحده اشتراك زهيد جدا جدا فوق الخيال. طبعا لو حضرتك تنضم معانا في المحتوى ده كتاب المعاصر وتستلم ال 12 وحده كاملين محلولين ومتحللين وكل كلمه مشروحه بالتفصيل، بالاضافه الى مذكره الملاحظات اللي احنا بنطلعها من الاسئله، وشغلنا زي ما انت شايف كده على اليوتيوب نفس اللي احنا بنعمله في المحتوى الخاص. فتتواصل معايا على رقمي اللي هو تحت مكتوب في الوصف، وهو ممكن يظهر قدامك على الشاشه دلوقتي لو عرفت تكتبه. يعني الحاجه الثانيه، المحتوى اللي احنا شغالين فيه حاليا، طبعا انت عارف ان كتاب المعاصر ده اللي هو كتاب الفاينل ريفيجن احنا بنحله مع بعض على قناه اليوتيوب وشغالين فيه. وطبعا ده مستني من حضرتك دعم، علشان انا يعني دخلت النهارده لقيت فيه مثلا 180 واحد بيسمعوا فيديو من امبارح، فطبعا الموضوع محبط جدا يعني. طيب، مع ان احنا ما عملناش اشتراك بفلوس، هتلاقي الناس مقبله عليه جدا مش عارف ليه. الكتاب ده اللي هو كتاب A1 براكتس ده محلول كامل الست وحدات، لا السبع وحدات، الست وحدات دول ووحده كمان من الترم الثاني. الكتاب ده اسمه A1 براكتس، الكتاب ده بمثابه جرعه محترمه في اللغه. قسما بالله جرعه، انا ما شفتش عظمه كده. يعني ده حاجه محترمه، ده موجود كاملا محلول واشتراكه برده زهيد جدا، يعني زهيد، انت لما تسمع هتخض. الكتاب ده كمان اللي هو كتاب A1 تريجر، كتاب الترم الثاني، يبقى انا عايزك تركز معايا. A1 براكتس ده كتاب الترم الاولاني، ده موجود فيديوهات كامله برده هتستلمهم كلهم لما تشترك. الكتاب ده اللي هو A1 تريجر ده الست وحدات الخاصين بالترم الثاني، ده برده موجود كاملا واشتراكه زهيد زي ما قلت لك. كل الكتب دي موجوده في فيديوهات، هتستلم البلاي ليست كامله بكل الفيديوهات. الكتاب اللي احنا شغالين فيه حاليا فاينل ريفيجن هو الكتاب ده، احنا حاليا في الوحده الخامسه في الفاينل ريفيجن منه، ان شاء الله في شهر 4 هنعدي، ممكن نوصل الوحده العاشرة يعني. فده لو حابب تشترك فيه برده تفاصيله، ابعت لي رساله على الواتساب او على التليجرام ابعت لك التفاصيل. اشتراكاتنا دايما زهيده على فكره، يعني عكس ما بشوف في المنصات والاماكن الثانيه. الاهم من ده كله بقى الخبر الاهم في الكتاب ده، كتاب ماي نيو فريند ال 90 امتحان. طبعا الكتاب ده اكتر كتاب بيطلب مني عليه اقبال شاسع من الطلبه، فانا اعلن من الان ان احنا هنعمل جروب لحل كتاب ماي نيو فريند ال 90 امتحان. لو حضرتك عايز تعرف التفاصيل وحابب تنضم لينا في حل الكتاب ده، فاهلا وسهلا بيك. ولو انت ما شفتنيش قبل كده بشرح، فانت ممكن تقلب في قناه اليوتيوب وتختار اي فيديو راندوملي كده وتشوف احنا بنعمل ايه. عايزك تثق تماما ان مفيش جمله بتعدي من تحت ايدينا غير لما نطلع كل اللي فيها واللي حواليها وعيال عمها كمان. مفيش حل غوغائي، احنا بنحل بما يرضي الله. وزي ما قلت لك بنتعامل مع اللغه انها لغه، مش ان ده كتاب انجليزي بقى عشان نخلص عشان يبقى احنا شطار خلصنا كتابين. الاهم من ده كله عايز اجاوب على سؤال، يعني تقريبا السؤال ده اكتر سؤال بيوصلني الفتره دي، يعني عشان فتره التشتت اللي احنا فيها دي. الطالب بيسالني يا مستر، هو انا يكفيني كام كتاب عشان اعرف اجيب سكور عالي في الامتحان؟ يا حبيبي الغالي، العبره مش بعدد الكتب، العبره بمدى اتقانك للكتاب. في كتب انت ممكن تشتغل من كتاب، اي كتاب يعني، ايا كان الكتاب، ثقه ايا كان الكتاب. لو الدنيا كلها قالت عليك كتاب ضعيف وانت اشتغلت منه بس اتقنت الكلام الموجود في الكتاب، هتوصل ان شاء الله. فالعبره مش بعدد الكتب، يعني العبره مش انك تحل 5 كتب انجليزي، الموضوع مش كده خالص، الموضوع انك انت تمسك كتاب تتقنه.
طب والله انت عندك طاقة انك تشتغل من كتابين مع بعض وثلاث كتب، فانت برنس، اشتغل يا باشا وحل. انصحك نصيحة دايما لما تحب تراجع، راجع من اول كتاب حفظت منه الكلمات. على سبيل المثال انا كطالب مثلا اشتغلت طول السنة من الكتاب ده، من الكتاب المعاصر اللي هو الكتاب ده. لما احب اعمل مراجعة للكلمات بتاعت الوحدة الاولى انصحك ترجع تذاكر من هنا. طب ليه؟ لانك وانت بتذاكر وانت بتحفظ اصلا انت بتعمل شخبطة كده على الكلام، يعني بتشخبط على كلمة معينة، فالكلمة دي في صورة ذهنية كده اترسمت عندك، حتى لما يجي لك السؤال ده في امتحان فتفتكر اه الكلمة دي اللي كانت سابع كلمة وعليها دايرة حمراء وعاملها بالفسفوري، فهتلاقي نفسك فاكر. فأنصحك أنت حاليا مثلا على سبيل المثال بتحل في كتاب مثلا على سبيل المثال كتاب ده، كتاب ماي فريند فاينل ريفيجن مثلا، أنت بتراجع من ده. طب أنا عايز أحل الوحدة الأولى أعمل إيه؟ بالتدريج كده أنصحك تراجع كلماتك من الكتاب اللي أنت حفظته من الأول، وبعدين تلقي نظرة سريعة على كلمات الكتاب ده، هتلاقي الكلمات هي هي بس ما مزود له 10 كلمات، علم عليهم يا باشا وضيفهم لقاموسك وأنت كده برنس، ابدأ حل. في طلبة بيعملوا حاجة غلط، اللي هي هو خلص كتاب المعاصر في الشرح شكرا ما يبصش عليه تاني، بيجي يتعامل مع ده. اوعى تعتمد على الكلمات الموجوده في اي كتاب فاينل ريفيجن بس، لان هو بيجيب الكلمات اللي هو شايفها مهمه والباقي بالنسبه له مش مهم. لكن عايزك تعرف ان ثانويه عامه كل الكلمات مهمه، كل حاجه في الكتاب مهمه، المحتوى كله مهم. فراجع كلماتك من هنا الاول من كتاب الشرح، ثم ابدا راجع كلماتك بص عليها بصه سريعه كده هنا وانت بتحل. القطع بيكون فيها كلمات جديده، خصوصا الكلمات اللي هي الاندرلاين اللي تحتها خط، اعمل حسابك الكلمات بتتكرر كتير فحاول تحفظها. طيب ده بالنسبه للحل، اعمل ايه الفتره الجايه؟ ان شاء الله هنبدا نعمل فيديوهات كده برضو، هتكون يعني معظمها مجانيه على اليوتيوب، وده ان شاء الله هحاول اخليه ده ضمن محتوى كتاب 90 امتحان. هحاول اعمل باكينج اب للجرامر، يعني هعمل القواعد بتاعت المنهج كلها في حوالي اربع خمس فيديوهات كده. هيكون النظام كالتالي، هنجيب قواعد الوحدة الأولى نشرحها كلها وأديك التكات اللي في الوحدة، وإن شاء الله هتعجبك جدا جدا جدا. هنشرحها مش من منظور الشرح، لا من منظور الأسئلة، يعني هديك الفكرة وعليها أسئلة هتعجبك وهتستفيد بيها. الحاجة الأهم من ده كله اللي عايز أنبه عليها، إن يا شباب القناة عليها أقسم بالله القناة دي كنز، عليها كمية حاجات محترمة جدا لن تجدها في مكان تاني بفلوس كتير. فأنت بص على الديسكريبشن تحت هتلاقي أنا عامل لك كذا بلاي ليست، بص عليه. اي قاعدة عندك في حياتك مع اداك هتلاقيني شارحها وعليها اكتر من فيديو حل تمارين، بص عليها. عندك على القناة سلسلة اسمها تريكات المنهج، انت متخيل تريكات المنهج؟ يعني جايب لك كل الاسئلة اللي ممكن تكون انت تعقدت في حياتك منها، هتلاقيني حللها وعليها اسئلة اكتر. هتلاقي في سلسلة اسمها اون ذا ران، انجلش اون ذا ران، السلسلة دي حاجة كده مناسبة للباقة، بص عليها. هتلاقي حل كتاب المعاصر طبعا زي ما انت شايف كده، وكتاب المراجعة النهائية. الفترة الجاية دي أنا هعمل حاجة إن شاء الله بأمر الله رب العالمين، تقريبا هنزل كل يوم فيديو، وهعمل لكم كده جدول وهكتبه إن شاء الله في مشاركة على القناة، إن يوم كذا هينزل فيديوهات من كتاب كذا، يوم كذا هينزل فيديوهات كذا إن شاء الله. فعايزك تتابع كده وعايز تدعمنا إن شاء الله رب العالمين عشان نوصل. إذا خلاصة القول إن حاليا متوفر موجود حل كتاب المعاصر كتاب الشرح ل 12 وحدة باشتراك زهيد جدا، تواصل معايا عشان تعرف التفاصيل لو حابب تسأل في حاجة. موجود كتاب A1 براكتس الترم الاولاني مفصص، لو انت طالب برنس وشايف نفسك فت في الانجليش دور على الكتاب ده وتعالى اشترك فيه، هتسمع كلام يعجبك. موجود كتاب A1 تريجر كتاب الترم الثاني. طب يا مستر ليه ما حليناش A1 تريجر الترم الاول والثاني؟ ما هو اصل A1 براكتس هو A1 تريجر بل انه اوسع. موجود كمان كتاب ماي نيو فريند كتاب السنه دي الفاينل ريفيجن اللي على الوحدات، واحنا بنحل مع بعض كتاب المعاصر على القناه، وطبعا معدل الاسراع في الكتاب وفقا لمعدل المشاهده، فكل ما تدعمني كده فالموضوع يزداد، فانا اعمل فيديو كل يوم. اخر اعلان اللي هو الكتاب ده، الكتاب ده هنحله محتوى خاص، يعني انا عارف ان انا هلاقي ناس كاتبه تحت هتحل معانا الكتاب ده على القناه، الكتاب ده هيتحل محتوى خاص، فانا اعلن ان انا بحله محتوى خاص. طب نظامه هيمشي ازاي وهناخد كام حصه في الاسبوع؟ فحضرتك ممكن تتواصل معايا عشان اقول لك على التفاصيل لانها مكتوبه. اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم، وان شاء الله رب العالمين انتظروني الفتره دي في فيديوهات كتير قوي 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 لحد ما تزهق مني. لو انت عندك اي حاجه، اي قاعده مش عارف توصلها على القناه، اكتب لي تحت في الكومنتس وانا هبعت لك اللينك اللي انت محتاجه. لو عندك اسئله محتاج اجابتها ومش عارف تجاوبها، اكتبها لي تحت في الكومنتس وانا برد عليها. انا بحاول اقرا كل الرسائل وارد عليها قدر المستطاع، بس ان شاء الله الاسئله دايما بيكون لها اولويه. يعني ممكن انت تكون كاتب لي شكر مثلا فتلاقيني عامل لك لايك وعديها، لكن لو انت كاتب سؤال هجاوبك على السؤال ان شاء الله رب العالمين باجابه محترمه ومقنعه.
الفترة الجاية دي تابعونا، هيكون في حاجات محترمة، هيكون في مراجعة للجرامر، وهيكون في مراجعة مجانية برضو للوحدات، تركات الوحدات كده هنعملها وهنحلها مع بعض. أسأل الله لكم التوفيق، وانتظروني طبعا زي ما اتفقنا في حل كتاب المعاصر على القناة، حل كتاب المعاصر فاينل ريفيجن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.